بالتحديد. يائير لابيد يتجه لاستقبال جو بايدن وهو يعني يترجل من طائرته اير فورس 1. لم يخرج بعد لكننا نشاهد يائير لابيد يتجه نحو الطائرة. إذن في مطار بن غوريون الآن مراسم استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن. يائير لابيد وبني غانتس في مقدمة المستقبلين للرئيس الأمريكي. إذن هذه طائرة اير فورس 1 التي أقلت الرئيس الأمريكي إلى هذا المطار. نعم